الرئيس السيسي يتقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان ويهنئ الشيخ محمد بن زايد لتوليه رئاسة دولة الإمارات. خلال لقائه وزير الدفاع التشادي الفريق أول محمد زكي يؤكد اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. في ختام اجتماع استمر لثلاثة أيام بألمانيا، مجموعة السبعة تشدد على عدم اعترافها بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة. السادسة مساء في القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. ودعت دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية قائداً عربياً أصيلاً وحاكماً قدم مسيرة من الإنجازات التي ساهمت في تمكين المواطن الإماراتي وازدهار دولة الإمارات وتألقها محلياً وعالمياً. تاريخ حافل ومسيرة يشار لها بالبنان يحملها الآن محمد بن زايد لتبدأ معه الإمارات فصلاً جديداً في الريادة والإنجازات ويكون خير خلف لخير سلف. لقد خطت البلاد بعون الله في مختلف المجالات وعلى طريق التقدم خطوات كبيرة، وانطلقت في زمن قياسي لاستكمل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في ظل نعمة الأمن والأمان، وانتشر العلم والعمران وتحقق للمواطنين، وأصبحت هذه الإنجازات نموذجاً كامل للإدارة الوطنية والقيادة الطموحة. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد النهيان على ثقة شعب الإمارات في توليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب الرئيس السيسي عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد في مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد النهيان امتدادا مسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان. وكان الرئيس السيسي قد تقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان. تقبل الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان من الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعدد من المسؤولين الإماراتيين. وخلال تواجدهم في قصر المشرف بأبو ظبي أعرب المسؤولون الإماراتيون عن خالص التعازي والمواساة لأبناء الفقيد وعموم النهيان الكرام وشعب دولة الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد. انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا لدولة الإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد النهيان. ولد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 11 من مارس من عام 1961، وهو ابن الراحل الشيخ زايد آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة وشقيق الراحل الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الثاني للدولة. عند بلوغه 18 من عمره أتم الشيخ محمد بن زايد سنواته الدراسية بين مدينتي العين وأبو ظبي بالإمارات، وتخرج في عام 1979 في أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية البريطانية، حيث تلقى تدريبه هناك على سلاح المدرعات والطيران العمودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية، ومن ثم انضم إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات.
شغل الشيخ محمد بن زايد مناصب عدة في القوات المسلحة الإماراتية، من ضابط في الحرس الأميري إلى طيار في القوات الجوية، ثم تدرج إلى عدة مناصب عليا حتى وصل إلى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. وخلال شغله هذا المنصب ساهم الشيخ محمد بن زايد في تطوير القوات المسلحة لبلاده، من حيث التخطيط الاستراتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، كما شغل أيضا عددا من المناصب السياسية والتشريعية والاقتصادية في الدولة. كما عرف عنه منذ تعيينه وليا لعهد إمارة أبو ظبي في نوفمبر من عام 2004 أنه القوة الموجهة وراء المبادرات العديدة التي أسهمت في تطوير إمارة أبو ظبي التي شهدت تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة، مما انعكس على تحفيز نمو وتنويع النشاط الاقتصادي فيها وعلى تعزيز عملية التنمية الشاملة في دولة الإمارات. مسيرة عمل قادت انتخابه من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة ليصبح خير خلف لخير سلف. هذا وتوالت ردود الفعل المهنئة للشيخ محمد بن زايد على توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمنت التهاني التمنيات بالتوفيق للشيخ محمد بن زايد ولدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة. هذا وينص الدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد للاجتماع خلال شهر في حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه بهدف انتخاب من يشغل المنصب الشاغر. ويحدد الدستور الإماراتي مدة ولاية الرئيس ونائبه بخمس سنوات مع جواز إعادة انتخابهما لذات المنصب. كيف تنتخب الإمارات العربية المتحدة رئيسها؟ سؤال تصدر المشهد منذ إعلان وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وإعلان انتخاب محمد بن زايد خلفا له. ينص الدستور الإماراتي خاصة في مادته رقم 53 على أنه عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر. وبحسب المادة 51 من الدستور الإماراتي، يتولى المجلس الأعلى للاتحاد المكون من حكام الإمارات السبع صلاحية انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضاء المجلس، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس في حال غيابه لأي سبب من الأسباب. هذا ويحدد الدستور الإماراتي في مادته 52 مدة ولاية الرئيس ونائبه بخمس سنوات مع جواز إعادة انتخابهما لذات المنصب. كما يحدد الدستور الإماراتي عددا من صلاحيات واختصاصات رئيس الدولة، ومن بينها رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد وتوقيع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية وتعيين رئيس مجلس الوزراء والممثلين الدبلوماسيين للإمارات لدى الدول الأجنبية وقبول أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية، إلى جانب أي اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام الدستور أو القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها. جاء ذلك خلال لقاء القائد العام للقوات المسلحة بالفريق ركن داود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له أو الذي يزور مصر حاليا. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق الركن داود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأشاد وزير الدفاع الوطني بجمهورية تشاد بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة، معربا عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة والتي أعدتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 127 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 557 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 9 قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت 68,100 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 6,285 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 1,331 طن و429 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 16 طن و364 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 1,121 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 134 طن و492 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 75 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت 115 طن و42 كيلو سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 277,648 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 64,079 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق
تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2153 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 102 سائقا منهم. كما تم المرور على 109 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 275 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 266 مركبة وتبين عدم وجود مركبات مخالفة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 417 سيارة و63 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 12890 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 355 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 50651 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 33,864,811 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 180 قضية، من بينها 121 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و59 قضية في مجال جرائم المطبوعات، تم خلالها ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المطابع والمكتبات تعمل بدون ترخيص. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 58 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 85,625,122 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 889 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,137,568,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4,991,616 مليون جنيه. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 340 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 27 طن سلع غذائية، كما تم ضبط 3 أطنان في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط أكثر من 13 طن. أما في مجال قضايا المخابز، تم ضبط 346 قضية، من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت 444 طن أقماح محلية. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو استعرض من خلاله أبرز ملامح منظومة زراعة وتوريد القمح خلال عام 2022، مشيرا إلى إحداث طفرة غير مسبوقة في المعدلات الإنتاجية لمحصول القمح
الذي يظل أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيرا على الحياة اليومية للشعب المصري. استعرض الفيديو آراء عدد من المزارعين الذين أشادوا بتحديد الدولة سعر القمح مسبقا بسعر مناسب وإعطائهم حوافز مالية إضافية، مؤكدين أن هذا الدعم ساهم في تغطية تكلفة الزراعة وشجعهم على التوسع في زراعة القمح وتوريد الكميات المنزرعة بالكامل وليس فقط الكميات المحددة من قبل الدولة. أول سنة السنة دي الدولة تحدد سعر القمح قبل ما يزرع، أول سنة اللي هيورب بنفسه ياخد 885 جنيه أظن، والقمح ما بيحتاجش لا عزيق ولا بيحتاج أي شيء، بيحتاج 3-4 مرات مية على الأقصر، يعني سعر فعلا مجزي للفلاح. جابوا لنا الليزر، سولنا الأرض من قبل إرشاد، وجابوا لنا الستارة، زرعنا بالستارة على مصاطب 120 سنتي، وفرت لنا بنسبة 30% من الري، ووفرت لنا بنسبة 20% من التسميد. الميكانة الزراعية موفرة للفلاح دلوقتي الإمكانيات شوية، التصليح بالليزر، الحرث بالميكانة الزراعية بيساعد، التصليح بالليزر بيساعد على الري وبيوفر الري، بدل ما تسقي الفدان في 4 ساعات بتسقي في ساعتين. الدولة وفرت لنا كل حاجة دلوقتي بالنسبة للإيه؟ للتقاوي والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي. ادونا سعر القمح قبل الزراعة، قال لك ب 820، وادونا 55 جنيه حبس توريد، وادونا 15 جنيه بدل نقل، واحنا واقفين ورا الدولة وهنورد القمح للدولة. تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا عن من رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار بنتائج إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي يتم شحنه من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر. وأوضح العطار أن نتائج التحاليل أشارت إلى الجودة العالمية للقمح الهندي والذي تعدت نسبة البروتين فيه نسبة 14% مع نسبة رطوبة أقل من 9%، فضلا عن مطابقة لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع اشتراطات الحجر الزراعي المصري. شهد محافظ بورسعيد عادل الغضبان بدء استلام القمح المحلي بصوامع القمح الجديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد. وأشار المحافظ خلال تفقده الصوامع إلى أنها تقام على مساحة 4500 متر مربع تقريبا بسعة تخزينية حالية تبلغ حوالي 16000 طن، معلنا أن الكمية التي جرى توريدها من القمح بالمحافظة حتى الآن بلغت حوالي 5600 طن من القمح. وأكد محافظ بورسعيد على أنه يتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، كما جرى تشكيل لجان خاصة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح. نحتفل النهارده ان احنا بنفتح اول ثاني صومعه موجوده بورسعيد تبع القطاع الخاص، انها بتستقبل القمح المصري بطاقه 16000 طن ان شاء الله. وهذه الصوامع العظيمه ديت جنبها مطحن، ان احنا نقلل اعمال التكلفه وعم تكلفه اعمال اللوجستيات من نقل منه الى، بالاضافه ان هذه الصوامع موجوده في جنوب بورسعيد قريبه قوي من المناطق الزراعيه اللي في جنوب بورسعيد اللي مزروعه النهارده اكثر من 10000 فدان في جنوب بورسعيد. احنا عندنا المستهدف في محافظه بورسعيد السنه دي ما يقرب من 26000 طن، وبالتالي طبعا النهارده وصلنا يمكن 3800 وشويه، ما يقرب من 4000 طن موجود قمح على ارض المدينه الباسله. علما بان محافظه بورسعيد ليست من المدن الزراعيه، ولكن الحمد لله موسم ناجح بكل المقاييس. بنشكر معالي الرئيس عبد الفتاح، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي سعاده المحافظ محافظ بورسعيد على كل الدعم اللي مقدمينه الفلاح هذا العام. رفضت مجموعة السبع الاعتراف بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا. وأكد وزراء خارجية المجموعة التزامهم بدعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها جزيرة القرم. وشدد وزراء الخارجية في بيان على توسيع العقوبات المفروضة على موسكو لتشمل عدة قطاعات ومواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة لمساعدتها ضد روسيا، فيما انتقدوا موقف كل من بيلاروسيا والصين لدعمهما روسيا في العملية العسكرية في أوكرانيا.
من جانبها أعلنت أوكرانيا أنها تصدت لهجوم الروسي على منطقة دونباس شرق البلاد، وتعهدت بإجلاء آخر مقاتليها المتبقين في مصنع أزوفستال المحاصر. ومن جانبه توقع رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية أن تبلغ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مرحلة فاصلة بحلول أغسطس المقبل. وفي غضون ذلك قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها تمكنت من إخراج القوات الروسية من خاركييف والتي تحظى بالأولوية بالنسبة لموسكو. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب أعلن حربا شاملة على روسيا، مضيفا أنه سيكون من الصعب أن نتنبأ بمداها، لكن الجميع سيشعر بتداعياتها. وقال لافروف قلل من أهمية العقوبات الاقتصادية على بلاده، قائلا إن محاولات الغرب لعزل روسيا مصيرها الفشل. كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أهمية علاقات موسكو مع الصين والهند والجزائر ودول الخليج. ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي مجلس النواب أنا كوزينتسوفا زارت منطقة خيرسون في أوكرانيا. جاء ذلك لمناقشة الاحتياجات الاجتماعية والرعاية الصحية للسكان المحليين بالمنطقة. وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن كوزينتسوفا ناقشت أيضا إمدادات المواد الغذائية والمنتجات الطبية بالإضافة للعديد من المنتجات اللازمة للأطفال. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الإدارة العسكرية المدنية التي فرضتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية ستطلب من موسكو الانضمام إلى روسيا الاتحادية. وأضافت الوزارة أنه إذا أجرت روسيا استفتاء على الانفصال في خيرسون فإنها ستتلاعب بنتائجه دون شك، لإظهار أن هناك أغلبية واضحة تؤيد الانفصال عن أوكرانيا، وذلك بحسب تصريحاتها. في خضم الأزمة بين أوكرانيا وروسيا واختلاف الأهداف والاستراتيجيات لدى كييف وموسكو، برزت مدن بعينها إلى واجهة الأحداث لأهميتها الكبيرة على المستويات العسكرية والاقتصادية، ومن بينها مدينة خيرسون التي تقع في جنوب أوكرانيا وتعتبر ميناء مهما على البحر الأسود وعلى نهر دنيبر، وهي عاصمة مقاطعة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها روسيا عام 2014، كما تطل خيرسون على بحر آزوف من الجنوب الشرقي. السيطرة الروسية على خيرسون تعني امتلاك موسكو أكبر ميناء أوكراني لبناء السفن على البحر الأسود، بما يمثله من مركز رئيسي للشحن في المنطقة التجارية الحيوية. وفيما يبدو فقد يكون في مدينة خيرسون تكرار لسيناريو انضمام القرم إلى روسيا، وذلك على خلفية تصريح من نائب رئيس الإدارة الروسية في خيرسون كيريل ستريموسوف للصحفيين بأنه لا توجد خطط لإنشاء جمهورية شعبية في خيرسون على غرار إقليمي لوهانسك ودونيسك. ستريموسوف أشار إلى أن هناك خطط لمطالبة الرئيس الروسي بضم خيرسون لروسيا، وهو ما علق عليه الكريملين بالقول إن الأمر يرجع لسكان منطقة خيرسون في تحديد ما إذا كانوا يريدون الانضمام لروسيا أم لا، بما يعني احتمالية كبيرة لضم خيرسون لأراضي الاتحاد الروسي، خاصة وأنها تضم نسبة لا يستهان بها من الروس الأوكرانيين أو الناطقين بالروسية، مما ينذر بمزيد من التعقيد حيال الأزمة بين الأوكرانيين والروس.
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن دعم واشنطن لأوكرانيا سيتأثر في حال عدم موافقة الكونغرس على تقديم المساعدة التكميلية لكييف والتي تبلغ 40 مليار دولار. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إنه إذا لم يوافق الكونغرس بحلول 19 من مايو فإن ذلك سيبدأ في التأثير على قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا دون انقطاع. كان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مبلغ 40 مليار دولار إضافي، لكن مجلس الشيوخ فشل في تمرير مشروع القانون. أبلغ الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخطط بلاده للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. من جانب آخر، توقفت إمدادات الكهرباء من روسيا إلى فنلندا ليلة السبت عقب إعلان بهذا الصدد من شركة التزويد الروسية، وكانت شركة راو نورديك الروسية التي توصل الكهرباء إلى فنلندا قد أعلنت أنها ستوقف تزويد الكهرباء منتصف الليل، مبررة هذا بأنها لم تتلقى أي مدفوعات منذ 6 مايو، وتستورد فنلندا حوالي 10% من استهلاكها للكهرباء من روسيا. أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن إجراءات البنك المركزي في استقرار الأسعار والحد من التضخم تدعم الأسعار وتكافح الفقر. وقال صالح إن المصدر الرئيسي للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد، لافتا إلى أن العراق تعتمد بشكل غير مسبوق حاليا على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الأزمة الأوكرانية. حظرت الهند صادرات القمح والذي يعتمد عليه العالم للتخفيف من قيود الإمدادات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وقالت إن الأمن الغذائي في البلاد يتعرض للتهديد. وأكدت الإدارة العامة الهندية للتجارة الخارجية أكدت أنه سيتم مواصلة السماح بالصادرات إلى الدول التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي وعلى أساس طلبات حكوماتها، مشيرة إلى أن القرار الخاص بوقف صادرات القمح يلقي الضوء على مخاوف الهند إزاء حدوث تضخم مرتفع، مما يضيف المزيد إلى موجة الحماية الغذائية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاقتصاد العالمي يجتاز في المرحلة الراهنة تحديات صعبة ولها العديد من الانعكاسات على تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة. وأشار غوتيريش إلى أن العالم يعيش أزمات متتالية منذ أزمة وباء كوفيد-19 وتغير المناخ وحتى الأزمة الأوكرانية وما ترتب عليها من تفاقم أزمات الغذاء والطاقة والتضخم والديون. هذا وتوقع غوتيريش حدوث تخفيضات كبيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية، مما سيكون له آثار سلبية مباشرة على إنجازات الأهداف الإنمائية المستدامة. انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 59.1 نقطة في أوائل مايو، وهو أدنى مستوى قياسي في 10 سنوات. وفقا لبيانات جامعة ميشيغان، وصلت تقييم المستهلكين الأمريكيين لوضعهم المالي الحالي أيضا إلى أدنى مستوى منذ عام 2013، حيث أرجع 36% منهم تقييمهم السلبي إلى التضخم. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المستهلكون الأمريكيون ارتفاع التضخم بنسبة 5.4% العام المقبل. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات. أستاذ دكتور عبد اللطيف، بعد التحية، نتابع يوما بعد يوم بيانات التضخم وارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد في مختلف دول العالم بالطبع بقيادة الأزمة الأوكرانية. يعني كيف تقرأ الوضع عالميا واقتصاديا، وكيف يمكن مواجهة هذا التضخم ومعدلاته المستمر؟ الحقيقة أولا يعني تحيات لكم المشاهدين. الحقيقة أنا يعني نتيجة أيضا عودة لحد ما أزمة كورونا إلى الصين، وهي أيضا ممول أساسي للعديد من السلع والمواد الصناعية والأجهزة، وبالإضافة إلى ذلك طبعا استفحال الأزمة في أوكرانيا
يعني تبادل قطع الامدادات او السلع او الوقود او فارتفاع اسعار الطاقه، وقيام العديد من الافراد بعمليات التخزين على صعيد فردي، ادى الى نقص في مستويات الامداد في السلع وما يسمى ندره او نقص السلع، وبالتالي رفع ايضا هذا رفع اسعار السلع وادى الى مستويات عاليه من التضخم نتيجه انخفاض القيمه الشرائيه للعملات الوطنيه والعملات الاساسيه في العالم كاليورو والدولار. وهذا ايضا نقص في على سبيل المثال علف الحيوانات والاسمده ادى الى انخفاض ايضا عمليات الانتاج كالاجبان والحليب وايضا المواد الغذائيه النباتيه، فبالتالي هذا رفع معدلات التضخم ووضع ثقل على اقتصاديه الدول، فبالتالي هناك مشكله حقيقيه. واعتقد ان لمواجهه هذا الموضوع يجب على الدول ان تفكر من الان وصاعدا استراتيجيا بايجاد نوع من الانتاج الوطني للسلع الرئيسيه وتامين سله الغذاء من الداخل او صحيح. على الصعيد. طب برايك يعني ووطني. مع ارتفاع معدلات وازدياد معدلات التضخم في دول العالم المختلفه، يعني ما هي السياسات النقديه الابرز التي يمكن ان تنتهجها هذه الدول لمواجهه معدلات التضخم المرتفعه؟ تشجيع المبادره الفرديه والإنتاج المحلي وتوزيع على سبيل المثال أدوار في العملية الإنتاجية على أقاليم الدولة، أو هناك تعاون إقليمي وقومي على مثلا على سبيل المثال المنطقة العربية، أيضا تعزيز التبادلات التجارية على صعيد محلي ووطن، لأنه الآن هناك مشكلة كبيرة، فبالتالي يجب دعم المبادرة الفردية في مواضيع الصناعة والزراعة صحيح. ولتأمين سلة الغذاء، وإلا فإننا سنواجه مشكلة كبيرة. يعني كيف يمكن على سبيل المثال لدولة مثل هنغاريا أو المجر كما نسميها أن تؤمن كما يطالبها الاتحاد الأوروبي بقطع استيراد الطاقة من روسيا حين تعتمد 100% بالطاقة على روسيا، وهناك أيضا دول في إفريقيا تعتمد على سبيل المثال على 100% أو 80% على القمح والذرة والمواد السلع الرئيسية، كما مصر 80% اعتقد مصر تعتمد على القمح من اوكرانيا وروسيا. فهذا يجب ان يكون هناك سياسات استراتيجيه لفهم ان العمليات صحيح. الاقتصاديه يجب ان تكون عمليات محليه صحيح. هناك تعاون اكثر اقليمي وقومي على الصعيد العرب لتامين سله الغذاء وتعظيم مستويات الانتاج وتشجيع المبادرات الفرديه كما ذكرت داخل الاقتصادات العربيه تحديدا. اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله دكتور عبد اللطيف درويش استاذ الاقتصاد واداره الازمات، شكرا جزيلا لك. بلغ معدل التضخم في روسيا 17.83% في إبريل على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير من عام 2002 وفقا لبيانات صادرة من قبل دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية. ومقارنة بإبريل من عام 2021 ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.5% لا سيما الحبوب، كما ارتفعت أسعار المعدات السمعية والبصرية بنسبة 22.7%، فيما ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 27.5%. وعلى مدار عام 2022 بأكمله قد يصل التضخم السنوي إلى 23% قبل أن يتباطأ العام المقبل. ذكر مجلس السياسة النقدية البولندي أن خفض التضخم في بولندا إلى هدف البنك المركزي خلال العامين المقبلين سيكون صعبا إذا زادت الحكومة من جهودها لتعزيز الاستهلاك. وفي الشهر الماضي أعلنت الحكومة عن خطة لمساعدة المقترضين الذين يعانون من ارتفاع معدلات قروض الراهن العقاري وسط أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عقدين. وبلغ معدل التضخم في بولندا 12.4% على أساس سنوي في أبريل مقارنة بالهدف التضخمي للبنك المركزي عند 2.5%. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. اللبنانيون مدعوون الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية وانتشار أمني مكثف لضمان سلامة الاستحقاق.
أدانت العديد من المنظمات الدولية والشخصيات العامة الاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عقل من قبل قوات الاحتلال، ودعت العديد من الجهات وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيقات شاملة لكشف ملابسات الحادث. إلى لبنان، حيث بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرحلة الرئيسية والأخيرة من الانتخابات النيابية، وذلك تنفيذا لقرار هيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية. يدلي الناخبون اللبنانيون غدا الأحد بأصواتهم في جولة واحدة بنظام القائمة النسبية في 15 دائرة انتخابية كبرى و26 دائرة انتخابية صغرى على مستوى الجمهورية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة السادسة، ونتابع فيها ملف كورونا. في الصين تقوم خدمة التعقيم برش أطنان من المواد الكيميائية من الشوارع إلى الشقق مرورا بالحيوانات الأليفة في سعيها للقضاء على فيروس كورونا. وتعد حملة التعقيم التي تندرج ضمن ترسانة استراتيجية صفر كوفيد أو ما سمته هجمة نظامية ضد الفيروس حسبما أوضح مسؤول محلي في مطلع مايو. وشهدت الصين عودة الوباء في مطلع العام مع المتحور أوميكرون الذي تسبب في إغلاق مدن بأكملها خاصة شنغهاي الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث ظهر كورونا لأول مرة في نهاية عام 2019. حثت شركات الطيران الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن على إلغاء قاعدة سارية منذ 16 شهرا تلزم المسافرين الدوليين جوا مع بعض الاستثناءات بإثبات عدم إصابتهم بكورونا قبل دخول البلاد. وقالت مجموعة إيرلاينز فور أمريكا، قالت إن استطلاعها لشركات الطيران التابعة لها خلص إلى أن إلغاء قواعد الاختبار سيضيف 4.3 مليون مسافر دولي وحوالي 1.7 مليار دولار إلى العائدات. ويقول المسؤولون التنفيذيون في شركات الطيران إن أمريكيين كثيرين لا يسافرون دوليا بسبب مخاوف من أن تثبت الاختبارات إصابتهم بكورونا في بلد أجنبي ثم تنقطع بهم السبل في الخارج. محليا، أعلنت وزارة الموارد المائية والري مشاركتها بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتهدف المبادرة لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بالإضافة للتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق. وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بنحو 195 مشروعا حتى تاريخه في 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وذلك في نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية وبتكلفة تصل إلى حوالي 9,900,000,000 جنيه مصري. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان ل 146,920 مواطنا من خلال 122 قافلة طبية تم تنفيذها خلال شهر رمضان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية. أوضحت الوزارة أنه تم إجراء 21,551 تحليل
تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 29,765 ندوة تثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 1171 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن جمعية الهلال الأحمر المصري تعد واجهة مشرفة لأكبر جمعية مصرية تعمل في العمل الإنساني. وأشارت وزيرة التضامن خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصرية تقدم خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والخدمات الصحية والطبية، مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولي وتشجيع التبرع بالدم. الهلال الأحمر المصري بيمثل جزء من المنظومة العالمية. السنة دي يعني شرفنا بأكثر من طفرة تقدم، شرفنا بزيارة السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس جمهورية للجمعية، وده في حد ذاته تاج على رأسنا جميعا، وتقدير لجهود الهلال وجهود المتطوعين في كل مكان في مصر. أيضا طلب اللجنة الدولية أنها يبقى فرعها موجود في جمهورية مصر العربية. شرفنا أيضا أن ولادنا من المتطوعين كانوا على الأراضي الحدودية ما بين بولندا وما بين أوكرانيا عشان ترحيل الطلاب والمواطنين ومساعدتهم في عمليات الإجلاء. احنا بنستعرض جهود الهلال الأحمر المصري في الإغاثة ليس فقط المحلية بس الدولية كمان. عندنا نماذج ملهمة من المتطوعين جم اتكلموا عن رحلة التطوع بتاعتهم، قد ايه التطوع فرق معاهم في حياتهم وفي الأسر اللي بتستفيد، قد ايه طبعا عرضنا البيانات الخاصة بعدد الأسر اللي احنا والطلبة المصريين اللي احنا قدرنا نرجعهم من أزمة كبيرة زي الأزمة الروسية الأوكرانية. استعرضنا طبعا جهود المتطوعين الدولية وجهود العرب المتطوعين المصريين اللي هم مقيمين برا، ازاي قدروا بسرعة يشكلوا خلية عمل يتواصلوا مع الهلال الأحمر المصري. انطلقت اليوم فعاليات الدورة العلمية الدولية لاتحاد الإذاعات الإسلامية بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة، حيث ترأست مصر لأول مرة منذ 45 عاما اتحاد الإذاعات الإسلامية. تعقد الدورة بمشاركة نخبة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسؤولين والمذيعين بها، بإجمالي 25 مشاركا من 21 دولة ولمدة 10 أيام. مواجهة الإرهاب وتصحيح الفكر المتطرف لا يقتصر على دولة واحدة، دائما نؤكد أننا في حاجة إلى تعاون وطني وإقليمي ودولي لمواجهة الإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وهذا ما نعمل عليه. الحقيقة هذه الدورة تركز على عدة مفاهيم: مفهوم الوحدة الإسلامية، التعاون الاقتصادي بين الدول، التعاون الثقافي بين الدول، أن نتعاون في مواجهة الإرهاب، أن ننسق مواقفنا معا في المحافل الدولية لاستصدار ميثاق ملزم لتجريم إصدار كل الأديان والمقدسات. والآن موعد جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع الزميلة رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكما إلهام ممر ومحمد عبدو. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. تفقد وزير البترول طارق الملا الأعمال الإنشائية والتركيبات لمشروع مصنع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك للوقوف على تقدم العمل في المشروع الذي يقام بتكلفة استثمارية تقترب من 5.5 مليار جنيه. وخلال الجولة أكد الملا أن المشروع يأتي ترجمة لتكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الإنتاج المحلي والقيمة المضافة التي تحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في آن واحد. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد إن الحكومة تخطو خطوات واسعة في مواجهة تغير المناخ من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية.
وخلال مشاركتها افتراضيا بالمائدة المستديرة لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، أشارت الوزيرة إلى إحراز مصر تقدما كبيرا في زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20% في 2022 لتصل إلى 42% في 2035. شهدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط افتراضيا فعاليات إطلاق أحد الصناديق الاستثمارية برأس مال 170 مليون دولار بهدف تعزيز الاستثمار بالشركات متوسطة الحجم وتعزيز الدعم التشغيلي لهذه الشركات. وأكدت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها على أهمية التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص بمصر، الأمر الذي يعزز توحيد الجهود لدفع الاستثمارات الخاصة بما يدعم رؤية الدولة التنموية ويحقق النمو الشامل والمستدام. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أهمية دور القطاع الخاص المصري في عمليات التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة بمجال تدوير المخلفات. وأشار وزير التنمية المحلية خلال لقائه مع أكبر مطور لتدوير المخلفات في لاس فيغاس إلى أهمية إقامة تحالفات وشراكات دولية بين الشركات المصرية العاملة في هذا المجال ونظيراتها بمختلف دول العالم. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المخلفات بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية. أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرية عن جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات. تم الإعلان عن فوز مصر بتلك الجائزة عن المسابقة التي موضوعها التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات، وهي المسابقة التي تقدم لها العديد من دول العالم لتقييم آليات تخطيط وتنفيذ ومتابعة استراتيجيات دعم المنافسة وقياس نتائج التجارب الخاصة بكل دولة في وقت الأزمات. في أسواق المعادن النفيسة تراجع السعر العالمي للذهب إلى 1811 دولارا للأوقية، أما على الصعيد المحلي فقد وصل عيار 18 إلى 960 جنيها للجرام، أما عيار 21 فوصل إلى 1120 جنيها للجرام، عيار 24 وصل إلى 1280 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8960 جنيها. قال ممثل العراق بمنظمة أوبك محمد سعدون إن المنظمة وافقت على زيادة إنتاج النفط بالبلاد إلى 4.5 مليون برميل يوميا بدءا من يونيو المقبل. وأضاف سعدون أن هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بواقع 50 ألف برميل يوميا عن كل شهر. وأظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية سومو أظهرت أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من النفط الخام بأبريل، وهو أعلى بواقع 16 ألف برميل يوميا عن حصته بموجب اتفاق أوبك بلس لذلك الشهر. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى إلهام نمر ومحمد عبدو، إليكم. شكرا لك رغدة أبو ليلى على هذا العرض. بأخبارنا الاقتصادية نكون قد وصلنا لنهاية السادسة، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يتقدم بواجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد النهيان ويهنئ الشيخ محمد بن زايد لتوليه رئاسة دولة الإمارات. خلال لقائه وزير الدفاع التشادي الفريق أول محمد زكي يؤكد اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام بألمانيا، مجموعة السبع تشدد على عدم اعترافها بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة. انتهت نشرة السادسة. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.